اتفق الزعماء عشائر ديالى على دعم ومساندة الدولة في حملتها الرامية للحد من السلاح المنفلت الذي انتشر بالمحافظة خلال السنوات الماضية، ما أوقعها في منزلق الفوضى والجريمة والنزاعات العشائرية، مشيدين بجهود دائرة شؤون العشائر ووزارة الداخلية في مؤتمر أمني عشائري عقد في ديالى. وقد أعلنت الوزارة أحقية كل مواطن بحيازة قطعة سلاح واحدة وفق إجراءات أصولية. لا نسمح أن يكون السلاح بيد أي أشخاص يحلون في الشوارع، لذا نطالب الحكومة العراقية بأن يكون السلاح محصور بيد الأجهزة الأمنية وبيد الدولة حصرا، ونحن بريئين من كل شخص يحمل السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية وخارج الواجبات القانونية ويسبب لنا إحراجات ومشاكل ونعطي ونخسر ضحايا من مجتمعنا. احنا حاليا نتوجه وبكل الطرق اللي نقدر عليها انه هذا الموضوع ننهي عشائرنا، احنا ندعوهم الى تسليم السلاح الزائد ونشجعهم على انه كل واحد يقتني له قطعه سلاح مثل حسب التوجيهات اللي صادره. وحددت وزاره الداخليه الفئات المشموله بحيازه السلاح ونوعه ضمن تعليمات اصدرتها مؤخرا، كما خصصت 1 مليار دينار عراقي لكل محافظة بغية شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من العشائر في إطار جهود الحد من فوضى السلاح وإعادة فرض سلطة القانون. من حق كل مواطن قطع السلاح في بيته، حتى المولات التجارية، أصحاب المولات التجارية، أصحاب المزارع اللي عندهم حراس، من حقه أن يقدم لتسجيل هاي قطعة السلاح حتى بدون تبعات قانونية، بدون مساءلة قانونية. يقدر يقدم عن طريق بوابة ور الإلكترونية، الإيميل وزعناه في كافة وسائل الإعلام، والبوسترات اللي نشرناها اليوم موجودة الإيميل، يقدر المواطن أن يقدم على التسجيل، وعندنا لجان شكلت في المحافظة. وسجلت محافظات العراق آلاف الحوادث نتيجة الإطلاقات النارية أثناء المناسبات الاجتماعية وأخرى بسبب النزاعات العشائرية التي بلغت أعلى نسبها في محافظات البصرة وميسان والناصرية جنوبا وديالى شرقا والأنبار غربا. محللون أمنيون يعزون سبب ذلك إلى انتشار السلاح بين الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية وأبناء العشائر، وهو ما يقوض سلطة الدولة والقانون. وطالب قانونيون بتجديد الضوابط الخاصة بحمل السلاح بما يمكنها من السيطرة على انتشار السلاح والحد من السلاح المنفلت. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.